السلام عليكم أعزائي الطلبة المتقدمين لمقرر رياضة 2، نستكمل المحاضرات بعنوان جديد وهو التكامل المحدود. النظرية الأساسية للتكامل المحدود وهي تقول أن لتكن لدينا الدالة f of x دالة مستمرة على المجال من A إلى B، إذا A إلى B هذين حدود التكامل، ولتكن f of x تكاملا غير محدود للدالة f of x، فإن التكامل المحدود يعطى بما يلي: الـ A والـ B طبعا هذه فترة مغلقة من A إلى B، ثم نكامل الدالة f of x، وبعدها نعوض بالحد الأعلى ب مطروحا بنفس الدالة إلى الحد الأدنى اللي هو إيه؟ باختلاف عن التكامل الغير محدود، هو لا يوجد العنصر الثابت وهو ثابت التكامل. نأخذ مثال، وليكن لدينا الدالة X تحت تكامل محدود من 2 إلى 1. طبعا تكامل الإكس نضيف الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، يعني الأس في السابق كان 1 ضفناه وقسمنا على الأس الجديد، ونضع حدود التكامل مع عدم وجود التكامل أو ثابت التكامل سي، ثم بعد ذلك نعوض بالحد الأعلى للدالة، فعندي 2 تربيع، هنا 2 حطيناه هنا ونربحها فيساوي 4 على 2 السابق، مطروحا على 1 لما نربعوها فيساوي 1 تربيع اللي هو 1 ناقص على 2. فعندي الكسرين متشابهة المقامات، نحافظ على نفس المقام، و4 ناقص 1 يساوي فيها 3. عندي المثال الثاني، احسب التكامل الآتي وهو x تكعيب ناقص 4x زائد 1، الحدود طبعا من 3 إلى 0. طبعا لما نجي نكامل نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، طبعا المتغيرات ما بينها طرح وجمع، فيمكن توزيع عملية التكامل مباشرة، فx تكعيب تساوي x أس 4 على 4 ناقص 4x تربيع على 2 وتكامل الواحد اللي هو x. طبعا في هذه الحالة نعوض بالحد الأعلى اللي هو 3 أس 4 و3 تربيع زائد 3 ناقص، نعوض الصفر، 0 أس 4 اللي هي 0 و0 في الأربعة يساوي 0 زائد 0، فيحذف هذا العنصر أو هذه الجزئية من عملية التكامل. بعد ذلك 3 أس 4 اللي هي 81، 3 تربيع اللي هي 9، 9 في الأربعة ب 36، 36 على 2 يساوي فيها 18 زائد 3، 81 على 4 طبعا على طول 3 زائد 18 ونوحد المقامات على 4 فيساوي 81 على 4 ناقص 15 على طول، 81 ناقص 60 على 4 اللي هي يساوي فيها 21 على 4 ويساوي 5 وربع. طبعا المثال الآخر عندي، احسب تكامل الدالة المثلثية كوساين ثيتا. طيب طبعا تكامل الكوساين اللي هي ساين بالنسبة للمتغير ثيتا، بعد ذلك مرة نعوض بالحد الأعلى والحد الأسفل، وبعدين نعوض بالحد الأعلى اللي هي ساين باي على 2 ناقص ساين 0، طبعا ساين باي على 2 اللي هي بيساوي 1 وساين 0 اللي هي 0 فيساوي 1. خواص التكامل المحدود، إذا كانت لدينا الدالتين f of x و g of x هي دالتين متصلتين على الفترة التي تمتد فيها x من a إلى b، يعني x أكبر من ال a وأقل من b، وحد اللي يساوي وهو اللي هي الفترة المغلقة يعني يدخل في عملية التكامل، فإن عندي الحالات
الحالة تقول إذا كانت x اللي هي تكامل دالة x من a إلى a يساوي صفر، لأن إذا كان نفس حدود التكامل فصفر صفر يعني نفس القيمة 5 و5 6 و6 فيساوي صفر. الحالة الثانية من b إلى a فعلى طول اللي هي بيساوي كم؟ لو غيرنا حدود التكامل خلينا ال a فوق وال b لو طاي يعني قلبنا حدود التكامل حيصير تغير في الإشارة، حيصير تغير في الإشارة. عندي الحالة الثالثة طبعا A إلى B، لو كان عندي نقدر نقسم حدود التكامل فيقبل من C إلى A ومن B إلى C، يعني عندي شنو؟ قسمناها إلى اثنين، يعني يكون من A إلى C منطقة في المنتصف ومن C إلى A. فتلاحظ من A من C إلى A ومن C إلى B، هذا إذا كانت شنو؟ السي هذه تمتد من A لـ B. عندي المثال الرابع، احسب التكامل الآتي. طبعا التكامل من الإكس في حالة الموجبة، ليش قال لي حالة موجبة؟ لأن هنا الإكس يكون لما نحط عملية المقياس أو القيمة المطلقة دائما الناتج يكون موجب، حتى لو كان العناصر اللي في الداخل كانت سالبة. فيمثل لي إذا كانت الإكس هذه أمتى تمتد تكون موجبة وتكون أقل من صفر لما تكون بالناقص، بحيث أن نضمن الناتج دائما موجب. واضح؟ يعني السهم هذا يمثل أن الإكس هذه تكون موجبة أمتى؟ لما تكون الحدود أكبر من الصفر أو يساوي صفر. إذا كانت صفر، إذا كانت سالبة الإكس، فهذه الحدود اللي يكون أقل من الصفر، بحيث أن سالب وسالب يصبح موجب، بحيث نضمن دائما الناتج يكون موجب. ومنه فإن هالتكامل هذا شنو نديره؟ نقسمه إلى اثنين بحيث يصبح من ناقص واحد إلى صفر ومن صفر إلى اثنين. به من ناقص واحد إلى صفر هنا نخلي الناتج شنو؟ بالسالب، بحيث أن المنطقة هذه اللي هي من ناقص واحد إلى صفر اللي هي تضمن العملية هذه فخلوها بالسالب. ومن صفر إلى اثنين هذه قيم موجبة، اللي تمتد من صفر إلى اثنين قيم موجبة. به نكمل العملية الأولى، نزيد الأس واحد نقسم على الأس الجديد اللي هي تربيع من صفر إلى ناقص واحد، وهنا نزيد الأس واحد نقسم على الأس الجديد من اثنين إلى صفر. أوكي؟ طيب هل الحالة هذه شنو اللي يصير؟ نجي نعوض بالتكامل، نجي نعوض بالتكامل. لما نجي نعوض بالتكامل على طول نعوض بالتربيع من صفر، فهذا يساوي صفر ناقص الواحد، ناقص وناقص يساوي موجب فيساوي واحد. بعدين الثانية هذه الزايد، بعدين التربيع اثنين تربيع اللي هي أربعة على اثنين، وبعدين الصفر اللي هي بالناقص صفر. طبعا نص زائد أربعة على اثنين اللي هي واحد، وأربعة اللي هي خمسة على اثنين. تمارين، تمارين التالية اللي هي 12 تمرين، ناخذ تطبيقات على التكامل المحدود. لما خذينا التكامل المحدود شنو التطبيقات اللي موجودة عليه؟ قواعد حساب المساحة باستعمال التكامل المحدود. ولتكن لدينا الدالة واي، واي هي دالة في اف، هذه واي تمثل دالة في اف. طيب طبعا الواي هذه ممتده من الاي الى البي، هنا تكون الاي وهنا تكون البي. اوكي؟ يعني حدود التكامل من هذا، هذه منطقه الاي وهذه منطقه البي، هذين قيم اكس الداخله في المعقول. فان المساحه اي المحصوره بين منحنى الداله، هذا منحنى الداله، والنقطتين اي وبي ومحور السينات، تحسب كما يلي. كيف تنحسب المساحه اي؟ نقول ان الاي تساوي تكامل المنحنى هذا اللي هو اف اوف اكس منين؟ من الـ A إلى الـ B. هذا هو قانون حساب المساحة باستخدام التكامل المحدود. ناخذ المثال الأول. المثال الأول يقول لي أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة الدرجة الثانية Y تساوي X تربيع ومحور السينات والمستقيمين من 1 إلى 3. الحل بما يقول له، بما أنه أن الـ F هذه أكبر من الـ 1 يعني هي دالة موجبة، لأن الـ X تربيع شرطها موجبة، من اجل كل قيم اكس فان المساحه اي تعطى بالتالي. نقوم بعمليه التكامل المحدود، الاكس حدود من 3 الى 1، كملنا زدنا الاس 1 وقسمنا على الاس الجديد. اوكي؟ عوضنا بالاكس تكعيب يساوي 27 على 3 ناقص 1 على 3 يساوي 26 على 3. ولانها مساحه محصوره نقولوا سكوير يونت، يعني وحده مساحه او وحده مساحه مربعه. عندي اثنين
إذا كانت الـ f of x أقل من الصفر، إذا كانت الـ f of x أقل من الصفر من أجل كل قيم a و b. شو معنى الكلام هذا؟ يعني كانت الـ x هذه شنو؟ بالسالب. الـ x هذه كانت بالسالب. كيف ندير؟ شوف، يقول لي لو كان عندي مثال التالي y، يقول لي أوجد المساحة المحصورة بين منحنى y تساوي x تربيع، تمام؟ وكانت الإشارة عندي بالسالب. فشنو ندير في الحالة هذه؟ العملية كالتالي، طبعا حدود التكامل من 2 وناقص 2، يعني كانت حدود تكامل من 2 وناقص 2. شنو ندير؟ هذا حدود التكامل ونعطي الحل. يقول لي بما أن الإكس هذه أقل من الصفر لأنها بالسالب، من أجل كل قيم إكس فإن المساحة المحصورة تعطي بماني هنا ناقص 0 و2 على طول نعوض بالإف اللي هي ناقص إكس تربيع، تمام؟ نزيد الأس 1 نقسم على الأس جديد ونعوض على طول ويساوي ناقص 16 على 3. هنا حطينا المقياس عشان تحصل على القيمة الموجبة لأنه لا توجد مساحة بالسالب. طيب الحالة الأخرى اللي هو إذا وجد السي بين نقطتين A و B، أي أن السي هذه تمتد من A إلى B، يعني منطقة وسيطة، حيث أن الـ Fx أكبر من صفر، يعني الدالة موجبة، من أجل كل قيم X في الفترة من A إلى C، واضح؟ وهذه القيم اللي أقل من الصفر وبه، والقيم اللي أكبر من الصفر اللي هي C و B، يعني نقسم عملية التكامل إلى تكاملين، واضح؟ ونخلو باش نتحصل على مساحة أو قيمة موجبة لأنه لا توجد مساحة بالسالب. باهي، في الحالة الرابعة إذا وجد C بين نقطتين A و B، وكانت C هذه تمتد، C أكبر من A و C أصغر من B، حيث C هذه أصغر من الصفر، يعني مساحة، يعني قيم سالبة. شنو ندير في الحالة هذه؟ الحالة هذه شنو ندير؟ من أجل كل قيم X، يعني القيم اللي تمثل الدالة في الفترة من A إلى C، ومن أجل كل قيم X التي تمتد أيضا من C إلى B، فإن المساحة المحصورة بين المنحنى الدالة الواصلة بين نقطتين A و B ومحور C ناتي تمثل كما التالي. يعني نخلي العملية كلها الناتج النهائي لما يطلع لي بالسالب ندير له مقياس ويطلع لي المساحة. ليش؟ لأن ما لا توجد مساحة بالسالب. ناخذ مثال ونطبق. شوف معي، يقول لي أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة دالة الدرجة الثالثة y تساوي x تكعيب ومحور سينات والمستقيمين، هذه يمثل الحدود 2 بالموجب و2 بالسالب، اوكي؟ طبعا بما ان x تكعيب اكبر من الصفر من اجل كل قيم، هنا قسمنا من وين؟ من 0 الى 2، والقيم السالبة خليناها من كم؟ من ناقص 2 للصفر، يعني قسمنا للموجبة ياخذ الموجبة والسالبة ياخذ السالبة، واضح؟ هذه اللي أكبر من صفر خذت القيم موجبة، واللي أصغر من صفر خذت القيم السالبة، من صفر إلى السالب 2. طيب شنو ندير في الحالة هذه؟ ناخذ الدالة، أوكي، قسمناها، هذه القيم من سالب 2 إلى صفر ومن صفر إلى 2، هذه باش نتحصل على قيم موجبة دائما نديروها في تحت عملية المقياس. كملنا الأولى، هذه من سالب 2 إلى صفر، زدنا الأس 1 قسمنا على الأس الجديد، وزايد طبعا الأربعة على 2 اللي هو زدنا الأس 1 وقسمنا على الأس الجديد من 2 إلى 0، وعوضنا 2 أس 4 اللي هي 16 على 4، هذه القيمة السالبة حطيناها تحت المقياس بحيث يطلع لي موجب. طبعا سالب 16 على 4 اللي هي سالب 4، تحت المقياس حيساوي عندي 4، و16 على 4 اللي هي 4، 4 زائد 4 يساوي فيها 8 وحدة مساحة مربعة سكوير يونتس. عندي المثال الرابع، أوجد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة y تساوي سالب ناقص 3. هنا الدالة أصبحت عندي بالسالب ومحور السينات من ناقص 3 و2. الحل كما يلي، طبعا بما أن الدالة هي سالبة، أوكي، الدالة هي سالبة، فشنو ندير؟ عندي قيم أكبر من الموجب وقيم أصغر من الموجب، يعني قيم أكبر من الصفر وقيم أصغر من الصفر، المد الحدود التكامل. به اللي أكبر من الصفر هذه خليناها من سالب 3 إلى 0، واللي أصغر من 0 خليناها من سالب من 0 إلى 2. ليش؟ لأن السالب مع السالب يصبح موجب، واضح؟ وهذه قيم سالبة تصبح موجبة، واضح؟ نطبق المثال ونشوف. هنا قسمنا عملية التكامل من سالب 3 إلى 0 ومن 0 إلى 2،
اوكي؟ طبقنا هنا بيساوي 4 على 4 اكس اس 4 على 4 يعني زدنا الاس 1 وقسمنا على الاس الجديد مع المحافظه على الاشاره السالبه. وهذه القيم الاخرى اللي هي شنو؟ اللي هي اس اس 4 اكس اس 4 على 4 تمام؟ وهذه الاشاره السالبه. اوكي؟ طيب شنو بيصير تو الكلام هذا؟ بيصير هو على النحو التالي، طبعا سالب 3 مع الاربعة تصبح سالب تصبح موجب، وهنا يصبح 81 على 4 وهنا يصبح ناقص 16 على 4. المقياس يحافظ لي على الاشارة الموجبة فيساوي 81 على 4 وال16 اللي هي على طول 16 على 4 يساوي 97 على 4 وحدة مساحة. المثال الخامس عندي اوجد المساحة المحصورة بين منحنى المساحة المحصورة بين المحور السيني ومنحنى اللي هو الدرجة الثانية x تربيع ناقص 6 x زائد 8 الواصل بين نقطتي تقاطع المنحنى ومحور السينات. الحل: يتقاطع المنحنى الدالة مع المحور السينات إذا كانت f of x يساوي 0، يعني هذه دالة درجة ثانية التقاطع مع المنحنى. ليش؟ لأن لما نجي نمثلها المساحة المحصورة بين المنحنى ومحور السينات أكيد لما يتقاطع معاه يكبر يصبح الـ x يساوي 0، وبالتالي إيجاد نقاط التقاطع نحط اللي هو شنو؟ نساوي المعادلة هذه نخليها صفرية، لأن الـ f of x تساوي 0. أمتى؟ f of x تساوي 0 لما الـ y تساوي 0. واضح؟ فخلينا الدالة هذه دالة صفرية. به المقدار هذا اللي هو مقدار ثلاثي. المقدار الثلاثي نحلوه إلى قوسين x و x، عددين حاصل ضربهما عددين حصل ضربهما 8 اللي هو 2 وال4 ومجموعهما 6 6 اللي هو 2 وال4. طبعا الاشارتين متشابهتين لان الاجابه الحد الثالث اشارته موجب. طبعا هن الاثنين سالب لان الحد الاوسط ديما سالب. اوكي؟ في الحاله هذه شو بيصير؟ عندي قيمتين، يا اما القوس الاول هو اللي يساوي 0 يا اما القوس الثاني هو 0، لان قوسين مضروبات ببعضهن يساوون 0. فهذه احتماليه. إذا الاحتمالية الأولى اللي هي القوس الأول يساوي x ناقص 2 هو الصفر، وبالتالي نقص ناقص 2 إلى الطرف الآخر فيصبح الاكس هو 2. أو الفرضية الثانية أن الاكس ناقص 4 يساوي صفر، وبالتالي نقص ناقص 4 إلى أراضي فيصبح الاكس يساوي 4. إذا عندي احتماليتين، الاحتمالية الأولى هي x يساوي 2 مع أول احتمالية الثانية هي x يساوي 4. إذا يقطع المنحنى محور السينات عند النقطتين الأولى x يساوي 2 و x يساوي 4، وتكون هناك قيمتان إحدى حدي التكامل، قيمتين لحدي التكامل وهو حدود التكامل. وبالتالي فإن قيم الـ x اللي عرفناها هي الفرضية الأولى اللي هي x ناقص 2 و x ناقص 4، أو احتمالية كلها مع بعضها الدالة اللي هو x ناقص 2 و x ناقص 4 يساوي 0 مع بعضهم هن الاثنين يساوون 0. طيب في الحالة هذه لما x ناقص 2 يساوي 0، الكلام هذا أمتى؟ لما عندي لما تكون عندي ما لا نهاية الـ x تكون سالبة، ولما الـ 4 الـ x ناقص 4 تكون الاحتمالية اللي هي ناقص 2. الاحتمالية الثانية أن الـ x تساوي الـ x تكون موجبة، هذا لما الـ x تساوي 2 والـ x تساوي 4 لما الاحتمالية الثالثة. وكذلك الامر لما الاكس عند الاكس 4 عندي ما لا نهايه تكون 4 ثلاث القيم هذه. به شو نستفيد منه الكلام هذا؟ نستفيد منه انه يكون لدينا اكس لما تكون الاكس او الداله اف اوف اكس اقل من 0. من اجل كل قيم اكس في الفتره من 2 الى 4 يعني القيم الموجبه هذه لما الداله تكون في السالب يكون عندي الحدين موجبين، وبالتالي فإن المساحة تعطي كما يلي. شو بيصير؟ هذه الدالة دالة الدرجة الثانية، حدود التكامل من ومن طلعناه اللي هن 2 ولا 4. ليش حطينا مقياس؟ عشان المساحة دائما بالموجب. نكامل يعني طرح، فنكامل الأولى نزيدها 1 نقسم على 6 جديد، ذا تكعيب على 3 و 6 إكس تربيع على 2 زائد 8 اللي هو تكاملها إكس. حدود تكامل من 4 إلى 2، مرة نعوض بال 4، هنا عوضنا على كل قيم x بال 4، وهنا عوضنا على كل قيم x بالحد السفلي اللي هو ال 2. به 4 تكعيبة اللي هي 64، 4 3 في 16 اللي هي 48، 8 في ال 4 32،
وعندي 2 تكعيبة اللي هي 8، والثلاثة في الأربعة اللي هي 12، والثمانية في 2 اللي هي 16. عوضناها ووحدنا المقامات فيساوي 64 ناقص 48 على 3 ناقص 18، 8 ناقص 3 على 3. اوكي؟ طبعا هنا ضروري تكون كويس في توحيد المقامات. اوكي؟ في الحالة هذه على طول 64 ناقص 48 يساوي فيها 16 على 3، و8 زائد 12 اللي يساوي فيها 20 على 3. وحدنا المقامات على 3 لأن المقامات متشابهة، ف16 ناقص 20 اللي هو يساوي ناقص 4، ناقص 4 على 3 الحد الموجب اللي هو المقياس يخلي لنا القيمة 4 على 3 وحدة مساحة مربعة سكوير يونتس. عندي تمارين، التمارين التالية تاخذهم ونفس تطبق عليهم مع الاهتمام بحدود التكامل. عندي حدود التكامل ضروري تنتبه لهم باي، ويطلع معاك المساحة، والمساحة قلنا دائما بالموجب. هنا معدل درجة ثانية، معدل درجة ثانية. أما في الثالثة فهي يبقى عندي 3 حدود تكامل، تمام؟ وبعدين هذه معدل درجة أولى، وهذه يطلع لي 3 حدود للتكامل، نقسموها إلى تكاملين، واضح؟ وعندي هنا المساحة لما نجي نكامل الساين اللي هي الكوساين، واضح؟ والمثال الأخيري اللي هو مقدار ثلاثي، عددين حاصل ضربهما 30 ومجموعهما 4. شوف من هنا العددين اللي حاصل ضربهما 30، يا اما ال 30 في الواحد، يا اما 2 في ال 15، يا اما عندي من اخرى اللي هو ال 5 في ال 6. طبعا 5 في ال 6 اللي هي ب 30 وحاصل مجموعهما 4. فبالتالي نستخدم قاعده المقص، لان عندي من كل الاحتمالات السابقه ما يصيرش منهم، لكن عندي قاعده المقص نرجعوها. وبالتالي بهذه الشريحة نقول كان استقبلنا هذه المحاضرة، والسلام عليكم.